المعاش الإضافي بقانون التأمينات متى يحصل عليه الموظفين والعمال. أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعين قناتنا الكرام، أتمنى من الله أن تكونوا في أفضل حال. قبل ما نبدأ تفاصيل الخبر من فضلك اشترك في القناة من زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد. المعاش الإضافي بقانون التأمينات متى يحصل عليه الموظفين والعمال. من اليوم السابع كتب الأستاذ محمود حسين يوم الجمعة 31 يوليو 2020، تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 استحداث معاش إضافي لمن يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجل الاشتراك التأميني وفقا لقانون التأمينات والمعاشات. تأتي فلسفة استحداث المعاش الإضافي نظرا لتجاوز بعض دخول وأجور المؤمن عليهم الفعلية للحدود القصوى لأجور الاشتراك، ورغبة المشرع في تقليل الفجوة التي قد تقع بين دخول وأجور تلك الفئة والمعاش التي يستحق لهم. وفي هذا الصدد نص القانون على الآتي: 1- يجوز للمؤمن عليه الذي يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني أن يطلب الحصول على معاش إضافي من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك. 2- يتم إنشاء حساب شخصي في صندوق التأمين الاجتماعي مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه. 3- تحدد اللائحة التنفيذية لهذه القانون النظام التأميني المكمل ونسبة الاشتراكات التي يلتزم بها المؤمن عليه وشروط وقواعد الانتفاع بهذا المادة. 4- يستحق المعاش الإضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاش وفقا لأحكام هذا القانون. 5- يحسب المعاش الإضافي بقسمة رصيد الحساب الشخصي المشار إليه على دفعة الحياة. 6- يضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقا لأحكام هذا القانون. 7- وأخيرا يدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاشات السنوية. إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد في أخبار المعاشات. شكرا لكم على حسن المتابعة.